يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج تو كلينك. دكتوره فاطمه بهمن حياك الله معنا. يعطيك العافيه دكتور محمد على الاستضافه مره ثانيه، وان شاء الله نقدم معلومات تفيد الساده المشاهدين. الله يسلمك ان شاء الله دكتوره. دكتوره فاطمه حضرتك متخصصه وحاصل على الدكتوراه في الطب الجزيئي، ودكتوره يمكن تكلمنا في حلقات سابقه عن الكثير من العلاقه الكبيره بين الجينات الوراثيه وايضا شلون تنتقل حق الاطفال من خلال الوالدين او حتى الاجداد. لكن دكتوره اليوم لما نتكلم شويه بنخصص هذه الحلقه حق الجانب الرياضي بشكل ادق. دكتوره شنو علاقه الجينات اللي تنتقل حق الناس وتاثر على الحركه والنشاط البدني مالهم؟ طبعاً عندنا جينات تم دراستها تأثر على مستوى عملية الحرق، على مستوى بناء العضلي، على مستوى كم توزيع الدهون في الجسم اللي تساعد الرياضيين على أنهم يحرقون ويحولون هذه كمية الدهون إلى طاقة يستخدمونها في الرياضة. أيضاً تم دراسة جينات في لاعبين مميزين، مثلاً عندنا نادي مانشستر وليفربول قاعدين يركزون على الجانب الجيني حق اللاعبين المميزين عندهم، فقاعدين يلاحظون أن في جينات معينة تخلي هذا اللاعب خلينا نقول مثلاً سريع، عداء سريع، قفزته عالية، مستوى الحرق عنده عالي، ما يتعب بسرعة، مهارات التكنيك أيضاً هذه الرياضية ممكن أن تكون لها علاقة في الجينات، لأن الجينات لما أنا أو الجينات لما تقوم بعملية هنقول التعبير الجيني تفرز بروتينات مهمة تساعد العضلات، تساعد الكبد، تساعد أيضاً الرئتين على نسبة التنفس، شلون تكون عنده مثلاً سريعة أو بطيئة، يتعب بسرعة ما يتعب بسرعة، هاي كلها لها علاقة بالجينات. وبما أن الحقبة الجديدة الحين هذه صايرة أن التركيز كبير على الجينات، أن أنا أقدر ممكن ألعب جينياً في هذا الشيء، أني أدخل تعبير جيني جديد أخلي أعدي من مستوى هذا اللاعب أو لا. ممتاز دكتورة، اللي أبي أكد عليه هل ممكن حتى الناحية المهارية مثلاً لبعض اللاعبين وأدائهم مثلاً المرتفع أو الاحترافي في بعض اللعبات، هذا ممكن يكون في تدخل من ناحية الجينات؟ طبعاً تدخل ممكن يكون ملحوظ، والحين في طور دراسة هذه الأشياء. يعني مثلاً يقعد المدرب يلاحظ هذا اللاعب عنده مثلاً تكنيك معين، أنه مثلاً سرعة البديهة أو زاوية معينة يقيس فيها المسافة المعينة، سرعته في الملعب شلون تكون موجودة. طبعاً تم دراستها مع علماء قالوا لهم إن عندنا إحنا ناس كذي كذي، يعني مو معقولة مثلاً عندنا أسطورات كبيرة في عالم الكرة وأنت أخبر فيها، مثلاً عندك رونالدو، عندك ميسي، هذه يعني قاعدين يدرسون حركاتهم في الملعب بطريقة إن هم ممكن يحاولون يخلقون نفس هذا اللاعب عن طريق الجينات. ممتاز دكتورة، إحنا قرينا أصلاً في دراسات معينة تقول إن مثلاً اللاعبين المهاريين اللي ممتازين وممكن تصير عندهم سرعة ردة فعل وايد عالية، ممكن يكون عندهم هذا الشيء أسرع من الكثير من الناس، عشان كذي يقولون أن حتى ليونيل ميسي لما كان يسوي بعض المراوغات لبعض اللاعبين يقولك أنه هو كان يعدي من هذول اللاعبين وهم كأن حركتهم جدا بطيئة قدامه، فهذه الأمور ممكن تكون لها علاقة أيضا في الجينات الوراثية. طبعا ممكن تكون لها علاقة، عشان كذي قاعد أقول لك هم قاعدين يدرسون هالطريقة أن يأخذون منهم جيناتهم ويقعدون يفتحون الشفرات الجينية كاملة ويركزون على المناطق المعينة اللي لها علاقة في طريقة التفكير. يعني مثلا لاحظ هذا اللاعب نبيه على طول، يعطيك ردة فعل سريعة. نعم. تجاه الكرة لما تكون جايت له. ايضا كذلك عندنا البناء العضلي عند مثلا لاعبين كمال الاجسام. نعم. هذه تدخل فيها الجينات بشكل كبير، فتلاحظ ان مثلا كلهم يلعبون حمل اثقال. نعم. بالجيم. نعم. فنلاحظ ان في واحد البنيه الكتله العضليه عنده تكون تختلف في بنائها عن الاخر. صحيح. ايضا هذا يدخل في تركيبه الجينات اللي لها دور في بناء العضلي. ممتاز دكتوره فاطمه بهمن، عندي الكثير من الاسئله لكن ان شاء الله بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين ناخذ فاصل ونرجع نواصل حديث الشيخ مع الدكتوره فاطمه بهمن. يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، عدنا من بعد الفاصل. دكتوره فاطمه كنا قاعد نتكلم عن الجينات الوراثيه المختصه
في السمات الرياضيه، وبينتي لي ان هذه الجينات لها علاقات وايد كبيره من خلال البناء العضلي او حتى تقسيم الدهون او حتى القدرات البدنيه بشكل عام وحتى اللياقه البدنيه. دكتوره بينتي لي ان ممكن الشخص هذا ما يتعب، وممكن انه هو تكون عنده سمات وراثيه انه هو عنده قدره على العطاء والنشاط البدني بشكل عالي. دكتوره هل هذه الصفات كلياقه بدنيه وقدرات بدنيه عاليه ممكن احنا نتحكم فيها كجينات، وهل صار عليها مثلا ابحاث في احد الدول سوى هذا الشيء مثلا؟ طبعا في احدى الدول قامت بدراسه ناس طبيعيين مو رياضيين، نعم، وناس رياضيين على جينات معينه لها علاقه خلينا نقول في سرعه الوثب وسرعه الجري. في العاب القوه فلاحظوا ان جينات معينه اذا انا حاولت اعدل فيها او مثلا اضيف شفره معينه داخل الدي ان اي، اغير التعبير الجيني منها، افتح الكروماتين اخليه يكون اكتف زياده، يفرز لي بروتينات تساعد على نسبه مثلا مسافات الجري، على نسبه الوثب. يعني عندكم انتم تقريبا يعني تكون في ناس معدل الطبيعي، هذا يكون فوق المعدل الطبيعي. طبعا قامت هذه الدوله اخذت رياضيين مشهورين عندهم، اخذت منهم عينات دم، تم دراسه الدي ان اي عندهم، لاحظوا ان عندهم هذه الشفرات المعينه اللي لها علاقه في هذه الرياضه تكون فيها عوامل اثرت انها خلتها اكتف اكثر، تقوم بتصنيع بروتين اكثر من المعدل الطبيعي عند الاشخاص العاديين. ايضا في دوله اخرى قامت بدراسه التعديل الجيني، او خلينا نقول مثلا الاستشفاء في رياضيين تحوشهم إصابات، لذلك أنا إذا قمت عدلت جين معين خلينا نقول حق الريحاب حق الركب أو مثلاً المفاصل الكبيرة، نعم، اللي يحوشها إصابات بشكل متكرر، أنا ممكن أقي هذا اللاعب من الإصابات المتكررة. ففي دراسات كبيرة قاعد تصير على مستوى اللاعبين، لأن تدري الرياضة جزء مهم في حياة الرياضيين، وأيضا الأشخاص العاديين. فإحنا لو نفكر فيها بطريقة إن إذا إحنا لقينا علاج جيني بهذه الطريقة، إن أنا أقلل الإصابات، أزيد من أداء الرياضي، طبعا هذا راح يكون عالم كبير، راح يدخل فيه العديد من الدول إن راح تركض في هذا الموضوع، صحيح، ان تحط لها مراكز تساعد على هذه الابحاث. ممتاز دكتوره. الحين لما نتكلم عن بعض الامور دكتوره اللي تصير احنا كرياضيين عندنا، ان في امور معينه تكون محرمه دوليا، قوانين معينه، رولز معينه، مثل المنشطات مثلا، هذه الامور محرمه دوليا علينا، لكن هذه الامور اللي تكلمين عنها هي التدخلات الجينيه في بعض اللاعبين، هذا اعتقد دكتوره تكون نوت فير، يعني مو من ضمن الاخلاقيات الرياضيه. فهل عندكم انتم في الطب الجزيئي مثلا، الطب الجيني الوراثي، هذا الشيء ممكن انه يصير طبيعي، ولا كون انه للحين ما صار بشكل منتشر ما صار عليه قوانين؟ طبعا ما صار عليه قوانين، ولكن المنظمه العالميه الامريكيه اللي لها علاقه بالرياضه، لأن يتم دراسة هذه المواضيع في أمريكا، حرمت هذا الشيء لأن اعتبرتها مثل المنشطات اللي غير أخلاقية أن اللاعب الرياضي يأخذها. لذلك الحين قاعد تم دراستها بطريقة أن إحنا ممكن نستخدمها كعلاج، وتوثق عن طريق منظمة الـ FDA العالمية بأن إحنا في حالات فقط الإصابات، مو في أداء الرياضي، عشان لا يصير فيها مقارنات مثلاً، لأنها راح تكلف تكلفة كبيرة طبعاً، صحيح، على النوادي، صحيح، ففي نوادي راح تقدر تبذل هذه المبالغ على كذا لاعب، في نوادي، صحيح، لا. أما بالشق اللي هو نقول العلاجي، الثيرابي، ممكن يتم تطبيقها على أساس تقل نسبة الإصابات عند اللاعبين. ممتاز دكتورة، باسمي واسم أسرة برنامج تو كلينيك نقدم لك كل الشكر على كل المعلومات القيمة. أعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله، مع السلامة.